ودعونا نتحدث أولا مع الزميلة جاكلين ماهر من الممشى السياحي بمدينة العلمين. أهلا بك جاكلين، وصفي لنا الأجواء من عندك. لا انا برحب بيكي وبرحب بزميلي كريم وبرحب بكل زملائي في العلمين الجديده وبرحب بكل الساده المشاهدين مشاهدي اكسترا نيوز. طبعا الاء بنتكلم عن يعني دقائق قليله وتبدا اولى او ثالث فعاليه فنيه لمهرجان العلمين الجديده بالاحتفال على مسرح ارينا، في الاحتفال الكبير اللي بنشهده خلال دقائق معدوده للنجمين اللبنانيين، بنتكلم عن راغب علامه و ننسى عجرم اللي بيحيي هذه الفعالية اليوم. طبعا بنتكلم عن إقبال كبير من خلفي، ربما أنا أتواجد الآن أمام البوابة الرئيسية للمسرح ودخول المسرح والزوار والإقبال الكبير على الفعالية والحفلة التي ستبدأ بعد قليل. بنتكلم عن يعني إجراءات تأمينية مكثفة للداخلين طبعا لتأمينهم والإطمئنان على أن كل الأمور بتمشي بسهولة ويسر وتسهيل على الزوار والمواطنين والحاضرين على الدخول للمسرح، ويعني التسهيل عليهم في الدخول الى اماكنهم. اجراءات مختلفه على كافه الاصعده، سواء كانت تامينيه سواء كانت يعني على مستوى الاجراءات التفتيش وما الى ذلك طبعا، وتنظيم كبير من جانب المتطوعين في داخل المسرح. اما بنتكلم عن خارج المسرح الان وعلى الممشى، اتواجد الان ايضا على الممشى السياحي، نتكلم عن شاشة مجهزة ربما لا نستطيع أن نرصدها بسبب التقنيات أو بسبب الإضاءة، يعني ربما نحتاج إضاءة أكبر من ذلك، ولكن على واجهة الأبراج بنتكلم عن شاشة عرض عملاقة تسهل على المواطنين أن يتابعوا هذه الفعالية عن قرب وكافة ما يحدث في الداخل لمن لم يستطع يعني أو لم تتوفر له الفرصة في الحصول على تذكرة أو لم يستطع أن يلحق ب تذكرة، فهو يستطيع أن يتابع كافة الفعاليات من خلال من أمام الممشى. لو بنتحدث عن أعداد كبيرة على الممشى ربما خلف الكاميرا، أعداد كبيرة من الزوار والمواطنين والأسر المصرية وإقبال كبير من الأسر المصرية. النهاردة بنتكلم عن يوم الجمعة، يوم أجازة رسمي، كافة الأعمار والطبقات المجتمعية متواجدة بيتابعوا الفعاليات، ده بجانب طبعا ممارسة الأطفال والشباب مهارات والرياضات المختلفة الخاصة بهم. نتكلم عن دراجات وركوب الدراجات اللي بيوفروا أيضا الممشى من خلال المسارات الدراجات المتوفرة، وأيضا يعني لعب كرة القدم وما إلى ذلك من ألعاب يعني بتلبي كافة متطلبات الحياة الأسرية الطبيعية وقضاء وقت ممتع طبعا على الممشى، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة من أماكن للاستراحة والمظلات المتوفرة والإدارة الإنارة عفوا وكافة الإضاءة المتوفرة، بالإضافة إلى الخدمات من مأكل ومشرب وكافة الخدمات متوفرة على الممشى. بجانب طبعا على التوازي بيكون على الممشى فرق للفنون الشعبية بتقدم عروض استعراضية للفنون سواء كانت الفنون التراثية أو الفنون الفلكلورية وأيضا الشعبية والتنورة، يعني وأيضا فرقة للتنورة باستعراضاتها المختلفة اللي بتتميز بها القاهرة أو بتتميز بها بعض المحافظات في مصر. أيضا يعني الفرق بنتكلم عن فرقة العريش وفرقة الحرية للتراث متواجدة أيضا، يعني بتسعد كل الأذواق وطبعا بتلفت الأنظار من مختلف المحافظات مختلف الطبقات طبعا والجنسيات المتوفرة. بنتكلم عن تأمين نعم هذا واضح أمامنا جميعا. شكرا جاكلين.